ناس مخالفه. ولا كابوريا يا دي كابوريا طلعت كابوريا يا يلا ماشي 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 هتعمل بيها ايه؟ ماشي ها؟ ماشي يعني ايه ماشي؟ اوعى عشان متوصلش ترجع تعيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مساء. النهارده بمشيئه الله انا واخدني حنين لمكان من 20 سنه قعدت في المكان ده اجمل سنتين عمري باذن الله ومشيته. راح في رحله استكشافيه لصيد المال. طبعا المكان ده عشان ندخله لازم نعمل له تصريحين، انا بفضل الله عملت التصريحين. لسه انا دلوقتي المكان دوت يا جماعه يعتبر بين البغاز النيل، بين النيل وبين المالح في رشيد بس من محافظه كفر الشيخ، بركه غليون لو تسمعوا عنها اللي هي فيها المشاريع دي. انا متوكل على الله، هو نعتبر دلوقتي في نص الطريق ربنا المستعان. انا معايا طبعا عده صيد بس مش عارف انا هنصطاد ولا لا. انا النيه من المشوار ده ان انا طالع رحله استكشافيه. اتمنى من الله ان نصور لكم اماكن جميله، وانا حبيت ان انتم تعيشوا معايا اللحظات دي. فخليكم معانا ان شاء الله الفيديو بتاعنا حلو. مش عايزين ننسى الرحال يحيى، طلب طبعا يجي معايا. سلم يلا على حبايبك يا احلى. خليكم معانا يا شباب. طبعا يا جماعه احنا نعتبر مقربنا خالص من المكان، زي ما انتم شايفين الجنب اللي على الشمال ده كله اشجار ونخل وفي مزارع برضه صغيره. هي الجنب اليمين ده سور بقى بركه غليون، ده مشروع بركه غليون يا جماعه اللي هم شغالين فيه ايه في زراعه السمك. حاجه كبيره ضخمه يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا ده صرف مزارع برضه بولتي، صرف قوي يعني، ده هيشتغل بولتي 10 على 10. بس احنا زي ما قلنا النهارده احنا مش جايين نصطاد، احنا معانا عده بس هنشوف المكان الاول. خليكم معانا ان شاء الله نكون مستمتعين بالحلقه. مش هتسلم يا ابني على جمهورك يا ابني، يحيى خايف وفكرنا تهنا. بص بص يلا. طبعا ما مش واضح عشان الهوا، فانا ده مسجله انا. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه كده ده اخر فرع النيل كده، خلاص دي نهايه النيل عند الجزء اللي ورا مني ده. والجنب ده تبع محافظه كفر الشيخ. كفر الشيخ ربنا رايد لها ان هي تبقى مليانه بالسمك في المالح وفي البلطي. الله يبارك. طبعا انا اتعرفت على الاخ صابر يا جماعه، هو شغال كاستنج، هو بيرمي على الاسوسياتس، شغال برواله خفيفه. هو بيقول لي يعني النهارده الميه عكره زي ما انتم شايفين كده، فبيقول لي الميه دي لو رايقه شويه كنا هناخد سمك حلو. فانا قلت له انا كده كده انا ايه جاي نستكشف يعني زي ما قلت. الارض دي يا جماعه عاليه على فكره،
ومن في طريق كده في النص بيبقى مفخور المراكب بتعدي منه. البحر سبحان الله بيطلع الرملة بتاعته على النيل فبيسد المكان ده، يرجع بقى في حفارات تانية هتشوفوها بترجع ايه تفحر الرملة دي تاني وتفتح مكان للمراكب وبتاع. الجزء بقى الاخير ده المالح بقى نفسه هنروح عنده، مالح بس بقى من غير النيل بقى اللي هو هنروح عنده دلوقتي بقى. يحيى كالعادة خلاني متصور وقعد بقى يشتغل على الرملة بتاعته. تعال يا عم يحيى، يلا يلا بينا بس بقى يا عم عشان الدنيا برد. يلا يلا بينا، يلا بتعمل ايه طيب؟ لا 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 بس ارمي عشان ايدك وهدومك، ارمي ارمي يلا بينا هندخله جوه. يلا ايوه يلا بينا يلا. طبعا يا جماعه دي قشه صيادين اهي بتاعت الاخ صابر اللي انا لسه متعرف عليه، يعني هو الراجل مرحب بيا خالص الحمد لله رب العالمين وطلع يقف بفضل الله يعني. فان شاء الله هنبقى لنا زيارات كثيره هنا باذن الله ومشيئة. الجزء ده كله بقى يا جماعة مصيد يجي حوالي 3 كيلو. طبعا المصدات دي كلها عشان البحر زي ما انتم شايفين وكده في اخر نقطة، فبيجي بيبقى قوي بيبقى فيه ايه دوامات وكلام من ده يعني، والمية بتطلع خالص بتندفع خالص ناحية بره، فبيصدين الجزء ده كله بالمصدات ده. الجزء التاني ده رشيد يا جماعة سبحان الله، تعدي هنا تبقى رشيد والجنب ده تبقى كفر الشيخ. ودي بقى اهم نقطة بقى ايه في الموضوع كله، ان ده اخر حاجة اخر حاجة كده خلاص كده يعني، نمشي خطوة بس نبقى في البحر وخطوتين كده نبقى في النيل. سبحان الله مكان جميل جدا ياخد العقل والله. انا احترت بقى نرمي هنا شوية ولا لا، بس ايه في حد معرفة يعني صاحب قديم من 20 سنة اتصل بيا وقال لي بعت لك حد فهيروح يوريني اماكن تانية في النيل بقى الجوة للجنب التاني ده. فالرحلة كده كده استكشفية وان شاء الله خير باذن الله ومشيته. طبعا ربنا كرمني بنزل فل هنا والله لسه متعرف عليها يعني، بصراحة ما بيستخسروش في المعلومة في اي حد وفهمونا كل حاجة تخص المكان ده. معانا محمد عشت اسامة عمي محمد عشت اسامة محمد رمضان جماعة دول ارزاقية يا جماعة يعني، ربنا يصلح لنا الحال يا رب ويصلح ليهم يا رب جميعا، بس معرفة خير والله وناس طيبة يعني. بصراحة انا حبيت ان هم يشرفوني في القناة الله يحفظكم يا رب، واحلى ترحيب والله مش عارف نقول ايه. جزاكم الله عنا كل خير يا شباب يا رب يا كريم. لا اله الا الله لا اله الا الله. ماشي، الموضوع اللي فات يا جماعه كنا بنتكلمهم على الكاستنج ونقول ان هو اسمه المخيله. الناس دي هنا بقى انتوا بتقولوا عليها ايه يا جماعه؟ جراي. هنا بيقولوا عليها جراي اللي هي نفسها المخيله ماجد حسن اللي هي نفسها الكاست برضه عشان نبقى نوصل المعلومة صح. بس بتختلف الأسماء. أيوة. بتختلف الأسماء. بتختلف في المية وتجري على طول، ما بتديش وقت السمكة إيه، وأنت بتجري على طول كده السمكة بتشوفها إيه، تخيل إنها سمكة بتجري قدامها بتجري عليها تاكلها. الله ينور عليك، أهو ده تعليم الصيد بكل بساطة يا إخوانا، بكل بساطة حبايبنا. طبعًا ربنا ما يحرمكم الحبايب يا شباب. إحنا كده خدنا الجزء اللي هو بتاع البحر. رايحين بقى إيه، ربنا كرمنا. ربنا يرحمكم الحبايب، في معانا اخ مستنينا. الاخ ده معرفه قديمه برضو يعني، تبع حد نعرفه من 20 سنه برضو هنا بفضل الله يعني، اخوكم الحمد لله رب العالمين يعني محبوب. فهو بعت لي الراجل الطيب ده هيوريني مرامي تانية على النيل باذن الله. دي الدخله برضو بتاعتها اهيت، والراجل الطيب بالموتوسيكل قدامه الشمس كده هتدلل عنه. المهم ان شاء الله ايه، لسه الفيديو بتاعنا مخلص واحتمال يكون فيه سمك النهاردة برضو ان شاء الله. الله كريم النهاردة بالذات ان شاء الله، لو فيه سمك هيبقى سمك ياما مش هيبقى سمك يعني، يا ما فيه سمك خالص يا اما فيه سمك ياما ان شاء الله. خليكم معايا اخواتي وحبايبي كده. طبعا انا معايا الاخ البدوي صاحب اخويا علي السيد، علي معرفة اكتر من 20 سنة يا جماعة. تعبنا الراجل ده طبعا، هو جاي لنا دليل هنا هينزلنا بقى على الايه المصاد بتاعت النيل. دي التعبية بتاعتنا. طب يلا بينا. تعالى يا محمود. تعالى. 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 تعالى.
اديله طبل بتاعتي. بصوا يا جماعه احنا كده طبعا في النيل المايه دي داخله من البحر، المفروض ان الفترات دي ترجع المايه دي تاني عشان تفتح النيل تاني. تمام، حد النيل كده المفروض ان هو ايه الجزء ده بعد اذنك كده، بس كل ده رمله من البحر داخله على النيل. طبعا انا معايا اخويا بدا وهو بيرمل الصناعه، هنجرب بقى ايه جمبري عقر ولا حاجه، يمكن نضرب اي حاجه نزين بيها الفيديو. ما حصلش نصيبي يبقى خلاص كده برضو ايه تمينا الموضوع. نهاية الفيديو دي ان شاء الله يا جماعة نتمنى نشوفكم بخير، وانتظروا مننا بإذن الله ومشيتوا في اتجاهات قوية في المكان ده. تحياتي ليكم، كان معاكم اخوكم سامح الخالقة. السلام عليكم ورحمة الله.